النهاردة في خبر حلو حبينا نفرحكم بيه ونبدأ معاكم بيه جولة الأخبار. الخبر الحقيقة وسائل الإعلام المخابراتية المصرية منزلاه في حتت كتير جدا، أنه بدأ الدين الخارجي لمصر يتراجع لمستويات ما قبل أزمة الدولار الأخيرة. طبعا مالكش دعوة بالجغرافيا، ما تسألش إحنا فين وإيه قبل الأزمة، مالكش دعوة مالكش دعوة، إنما خد الخبر الحلو، خد الكلام الواضح إن الدين الخارجي لمصر بدأ في التنازل. وأعلن البنك المركزي إن الدين الخارجي لمصر قل بشكل واضح جدا خلال الأشهر الأخيرة بعد صفقة رأس الحكمة. أهو الدين الخارجي يعود لمستويات ما قبل أزمة الدولار. شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر أو الشهور الماضية متزامنا مع إيرادات استثنائية منها صفقة رأس الحكمة، حيث وصل الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار في مايو 2024 مقابل 168 مليار دولار في ديسمبر سنة 23. حلو؟ طب دي حاجة حلو، حاجة يعني فل إن الدين الخارجي نزل. لكن يعني لما تسمع أخبار مبهجة اقلق. اولا هل نصدق الارقام دي؟ ده اولا لازم تسال نفسك السؤال ده. زي ما قال الدكتور عبد الله النفيسي المفكر الكويتي المحترم، هذه الانظمه لازم تتعامل معاها بسوء ظن صراحه. اسال نفسك، هل صحيح ان الدين الخارجي بيقل ولا ده تمهيد لحاجه؟ انت بتقول لي ليه كده بقى؟ لان الفكره لما هي الديون بتقل كده ممكن السيسي يقول لنا طب لما هي بتقل ليه تجري ناحيه صندوق النقد وتركع تحت رجله عشان يديك قروض تانية أو يديك شرائح تانية؟ شفنا امبارح إزاي في غضون كام ساعة، حلوة غضون دي صح؟ إن صندوق النقد اللي كان استبعد مصر من جدول اجتماعاته في يوم 29 الشهر اللي فات ده، الشهر ده فجأة كده مصر رجعت تاني لجدول اجتماعات الصندوق وبقوا زي السمنة على العسل. في إيه؟ ما الصندوق أعلن انه مش هيحط موضوع الشريحه الثالثه بتاع مصر دي في الاجتماع اللي جاي، هيخليها 29، وبعدين قال لك لا ده بره كمان 29، وفجاه لا 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 دي ب 29. خير؟ يعني ايه اللي حصل؟ عرفنا بقى السر ورا ان صندوق النقد رجع تاني في اجتماعاته اللي جايه في 29 موضوع مصر والشريحه الثالثه. في اعضاء في برلمان السيسي اكدوا اللي قلناه هنا عن ركوع السيسي وحكومته قدام صندوق النقد، وانهم الصندوق كانت مشكلته ايه؟ مشكلته قال لكم ثلاث حاجات: واحد ارفعوا سعر الكهرباء، اتنين البنزين والسولار، ثلاثة الجنيه نزلوه. هم دول الثلاث حاجات اللي كان عايزها. لما الحكومة قالت له لا قال خلاص يبقى انتوا بره اجتماعاتي. عشان ينولوا رضا الصندوق ويفرج عن الشريحة الثالثة اللي هي 820 مليون دولار تقريبا من القرض، الحكومة قالت لهم خلاص احنا موافقين، خلاص كهرباء هننزلها، بنزين هنرفعه، العربي الجديد، البرلمان المصري رفع أسعار الوقود والكهرباء للإفراج عن قرض الصندوق 21 يوليو 24. اتفضل يا بيه. رجح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اتخاذ الحكومة قرار برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الجاري استجابة منها لأحد اشتراطات صندوق النقد للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820، زي ما قلت لحضرتك كده الحمد لله طلعت صح. طيب إيه بقى الموضوع؟ قال المصدر النيابي الذي تحفظ على ذكر اسمه أن صرف الشريحة القرض مرهون بالتزام مصر بالثلاث حاجات دول: تحرير الدعم عن الوقود والكهرباء، وانا بقول لك والجنيه المصري. مجموعه اجراءات لازمه لاستكمال برنامجها الاصلاحي الاقتصادي يعني، والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين. وتابع المصدر ان زياده اسعار الكهرباء ستكون في حدود 20%، يعني هيزود عليك الكهرباء 20% بعد تعديل نظام شرائح البيع وقصرها على نوعين من المستهلكين في المنازل، أحدهما يحصل على الدعم لأقل من 650 كيلو وات ساعة شهريا،
والآخر يحاسب على لما يجي وقت بقى. يبقى دلوقتي اللي حصل إن الصندوق رجع مصر تاني في جدول اجتماعات 29، لأن مصر قالت له إحنا موافقين. السيسي عشان ياخد ال 820 مليون دولار اللي هي الشريحة الثالثة من القرض، مفيش مشكلة عنده إن الشعب يعاني أكتر وإن الأسعار تزيد أكتر وأكتر. لا، وكمان الدولار مش هيفضل على حاله عن 48، بينساها ده خلاص. لأن من شروط الصندوق زي ما قلت لك رفع الدعم عن الكهرباء أو زيادة الكهرباء، مفيش دعم. زيادة الكهرباء، زيادة البنزين والسولار، الدعم بتاع الدولار انزل بقى. وبالفعل مع الجدل اللي شغال حوالين استبعاد مصر من مناقشة اجتماعات الصندوق، ابتدى يرفع زي ما بيقول الخبر ده، الدولار يصل لهذا المستوى أمام الجنيه المصري، وأنباء هامة بشأن مراجعة الصندوق. إيه رأيك؟ ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين، مع توارد أنباء بشأن تأجيل صرف الشريحة الثالثة، وهو الأمر الذي تم نفيه لاحقا. وصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أعلى من مستوى 48 جنيه عند في أغلب البنوك المصرية، وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري لدى بنك الكويت الوطني، حيث وصل ل 48.37 و 48.47. يعني الدنيا خلاص بدأت اهي تندع على الدولار. عايز تعرف ايه اكتر حاجة بيكرهها صندوق النقد وبيجبر اي دولة بتاخد منه قروض على انها تلغيه خالص؟ الدعم. اي دعم، سواء دعم الوقود، الكهرباء، التموين، الجنيه، الاسمدة، حتى الاسمدة اللي بياخدها الفلاح بسعر منخفض من الحكومة لازم ترفع من عليها الدعم. وادي بركات الصندوق حلت على الفلاحين، عشان حكومة السيسي الميمونة بتدرس انها تزود اسعار الاسمدة 30% زي ما كشف موقع الشرق بلومبرج. مصر تدرس زيادة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين 30%. هتقول لي حاجتين، دلوقتي الأسمدة بتباع في السوق السوداء، الفلاح بيشتري من السوق السوداء ده أساسا. يعني هتقول لي أنت، طب وأنت مالك، أنت مالك ومال الأسمدة وبتاع يعني؟ لا، جايلك. انت عارف الكارثة الاكبر ايه في موضوع قرض الصندوق ده؟ ان السيسي بيستلف من الصندوق عشان يسدد الصندوق. ايوه والله زي ما بقول لك كده، يعني السيسي بياخد من الصندوق عشان يسدد القروض اللي قبل كده، وكله للصندوق. وده احدث خبر، السيسي سدد 3 مليار دولار للصندوق النقد في 7 شهور. دي جريدة البورصة. في 7 شهور سدد لصندوق النقد 3 مليار دولار، جريدة البورصة اللي بتقول. وهيسدد له 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية الشهر الحالي. وأعاد الصندوق إدراج مصر على جدول اجتماعاته في المجلس التنفيذي 29. يعني السيسي بياخد، هياخد 820 ويسدد منهم دلوقتي الشهر ده 257 مليون دولار. بياخد من الصندوق ويسدد للصندوق قروضه القديمة. للأسف احنا داخلين على ايام صعبه جدا، او تقدر تقول اصعب من اللي فات، عشان اللي جاي حاجه تانية خالص. لانه مع رفع اسعار البنزين والسولار هترتفع معاه كل السلع، كل السلع. انت دلوقتي بتصرخ من الغلا، لما يرفع اسعار البنزين والسولار كله هيرفع، لان كل ما تشتريه حضرتك بينقل على وسائل المواصلات. الناس بتصرخ من سعرها الغالي اصلا، زي الست دي. والست دي شكلها مش من الطبقات الفقيره، لكن بتصرخ، بتصرخ من سعر الزيتون. اسمع كده يا معدل الخيرز، رحت كارفورز عشان قلت اشتري شويه حاجات. المهم يعني سيبكم من الحاجات، احنا جايين في نقطه الزيتون. رحت راجل بتاع الزيتون قلت لي ايه؟ قلت له حط لي مثلا تمن او ربع حبه زيتون قد كده قد كده، لازم ما يتعدوش الاصابع. فلقيته بيقول لي 600 جنيه. قلت له ايه ده حبيبي 600 جنيه زيتون؟ قال لي ما قصدي ايطالي. قلت له لا، على خدتك ايطالي، احنا عارفين ناكل المصري، عشان تحط لي ايطالي تروح حبيبي حط لي مصري. قال لي فرقتي كتير حضرتك، المصري كيلو ب 400 جنيه. قلت له ايوه، يلا هنقفل الزيتون. انا عامل عايز اعيش في البلد دي. الزيتون ب 400 جنيه، يخرب بيتك يا سوسو يا حبيب قلبي، هنعيش وناكل ازاي؟ هموت هموت، احنا داخلين في مجاعه اثيوبيه ضخمه. لما الزيتون ب 400 جنيه هنعمل ايه بعد كده؟ الله يعيننا على بلدنا، الله يعيننا، الله يخرب بيوتكم ستات مصر. انتوا اللي جبتونا اللي احنا فيه ده، لازم مش بتحبوه؟ اديكوا
ولبستوه. احنا لبسنا معاكم حبايبي. النهاردة سعر الدقيق الحر بتاع المخابز زاد حوالي 800 جنيه، يعني انتظروا زيادة في سعر رغيف العيش اللي هو السياحي، اللي بقى خلاص ملايين من المصريين بيعتمدوا عليه لانه ما عندهمش بطاقة تموين. ادي جريدة المال، 400 ل 800 جنيه، ارتفاع في سعري طن الدقيق الحر للمخابز خلال النصف الاول من يوليو الجاري. ارتفع، شهدت اسعار توريد طن الدقيق العادي نسبة استخراج 72% والنوع الفاخر 70% من مندوبي شركات القطاع الخاص للمخابز ارتفاعات تراوحت بين 400 الى 800 جنيه خلال النصف الاول من شهر يوليو الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة في يونيو الماضي، وفقا لتأكيدات أصحاب المخابز السياحية والأفرنجية للمال. ممكن نوصل إن الناس تسرق العيش من بعضها زي ما حصل مع الست دي. الست لقت جايبة عيش فلقت ثلاث رغيفة زيادة، فتقريبا هو ده الفيديو. أيوه هو ده. فالست قالت لا هاكل حرام، فدخلت ترجع الثلاث رغيفة زيادة، رجعت بجد احنا وصلنا لمرحله بقينا صعبه خالص 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 بجد يا جماعه. هو يرضي ربنا ان انا رايح اجيب عيش من الفرن وجبت العيش بتاعي لقيته زاد فيه 3 رغيف، انا استحمت ال 3 رغيف دول ودخلهم جوه للعامل اللي جوه شغال اللي قدام النار، قلت حرام برضو ان انا هستحرم طبعا اكل عيش حرام، ان دول يعتبر بالنسبه لي دول عيش حرام، 3 رغيف زياده دول، ورايح اوديهم وسبت قفص العيش بره. اطلع ما لاقيش قفص العيش. احنا بجد بقينا في زمن ربنا يرحمنا برحمته، بجد ربنا يرحمنا برحمته ان توصل بينا حتى العيش يسرق، يعني حتى العيش الناس تسرقه من بعض، يعني العيش الناس تسرقه من بعض، يعني انا اطلع اخش اطلع ما لاقيش قفص العيش. مش هقول غير ربنا موجود وحسب الله ونعم الوكيل في اللي بيحصل ده فينا. الناس وصلت بجد ان هي ابتدت تسرق رقمه العيش من قدام الافران، وده اللي حاصل وده اللي جاري فينا. معلش يا ست الكل، اصل رجالة الشرطة مش فاضيين لك خالص عشان يعني عيشك اتسرق، ولا انت حتى نفسك لو حصل لك حاجة تانية لا قدر الله برضو هم عندهم حاجات اهم من مواطن. في مواطن اتجرأ وكان عايز ياكل عيش برضو، بس المواطن ده كان عايز ياكل عيش هو وعياله، كان بيبيع غاز للبنات. امين الشرطة شافه انه بيشكل خطر على الامن العام في مصر، فقرر يسحبه من قفاه ويقبض عليه، والحمد لله صادرنا غزل البنات اللي معاه.